نروح نشوف تصريحات خاصه لرقم 10 من الكابتن خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكره وحديث عن المنتخب الوطني وكارلوس كيروش وامور كتير اخرى. بعدها نستقبل امير عبد الحليم ومحمود ضياء، كلام في الكوره لسه مكملين فيه، خليكم معنا. احنا بنكمل مسيره ابتدوها ناس قبلينا، ناس اللي بنكلم لهم كل احترام. المنتخب فعلا يعني الناس كانت متوقعه نتيجه مش هتبقى في يعني اللي هي منتظره، انما المنتخب اثبت ان هم رجاله وناس على مستوى، عندهم ولاء عندهم اصرار. عندنا يعني لما تحسب حضرتك الماتشات اللي اتلعبت بعدد الدقائق اللي اتلعبت بالفرق اللي انت لعبتها، اقوى فرقه عدت باصعب ظروف، تنقلات جوه البلد نفسها، في اقامه، في كل حاجه، بحكام، يعني انت عايز تقول ان انت فعلا انجاز كبير جدا، واثبتنا ان المصريين فعلا زي ما انا مره قلت قبل ما اسافر، احنا ليه بنقلل من نفسنا؟ احنا عندنا فرقه كويسه وعندنا جهاز فني كويس وعندنا دعم كويس من الدوله، فليه ما منتظرش نتيجه كويسه؟ لازم عندنا طموح ولازم عندنا امل، ويعني ما نبقاش كده دايما لا احنا مش هنوصل، لا بالعكس، احنا النتيجه اللي وصلنا لها دي ما حدش كان يتخيلها. وزي ما بقول لك انت مريت بظروف ما فيش اي فرقه في الدوره كلها مرت بيها، فانجاز يعني. راجل قوي وراجل سي في جامد وراجل عنده شخصيه قويه، واحنا من اول يوم بنديله دعم، يعني احنا مش رايحين نقول هو كويس الوحش، لا ده سي في قوي جدا. وانت عيبنا ان احنا بنستعجل، مش كاتحاد كوره، انا بتكلم كمصريين دايما بنستعجل، انما طبعا لما تبص في المجمل لا طبعا نتيجه ايجابيه، مدرب على اعلى مستوى، جهاز فني معاون على اعلى مستوى سواء اجانب سواء مصريين، يعني انت الحقيقه انجاز كبير وكله نفتخر بيه يعني الحقيقه كمصريين. يعني انت بعد اللعيبه ما ريحت وابتدى كل واحد يسترجع قواه، هتدي يعني نتيجه احسن ان شاء الله في الماتشات الجايه باذن الله. وطبعا هو اهم ماتش السنغال، واحنا يعني مستعدين ان شاء الله كويس باذن الله. ومستر كروش حاطط برنامج كبير جدا، واحنا بندعم له اي حاجه بيطلبها الحقيقه، لان يعني هو يستاهل فعلا كل الدعم ده.